مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل بسكوت بالشوكولاتة والمكسرات. تعالوا نشوف المقادير. كوباية ونص دقيق اللي هو الطحين، تقريبا 200 جرام، ده الدقيق العادي اللي هو الأول بوربوس فلاور. 150 جرام زبدة، يعني تقريبا كوباية إلى ربع وناقصة معلقة كبيرة. معلقتين كبار سكر أبيض، بيضة متوسطة، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، باكو واحد فانيليا، دول تقريبا 9 جرام يعني تقريبا معلقة كبيرة. تلت كوباية كاكاو بودرة اللي هو مفهوش سكر، حوالي 25 جرام. تلت أرباع كوباية سكر بني، 150 جرام. كوباية لوز أو ممكن صنوبر أو بندق، دول 125 جرام. أنا طحنتهم خفيف كده. تعالوا نشوف الطريقة. قبل ما ابتدي اخلط المقادير هنخل الدقيق الاول. طبعا الزبدة والبيض انا طلعتهم من التلاجة من حوالي ساعتين. هحط الدقيق كله والكاكاو والبيكنج سودا واضيف كمان الفانيليا ونخلهم. هبتدي الاول اخلط السكر مع الزبدة. هحط السكر البني والسكر الابيض والزبدة. الخطوة دي ممكن اعملها بمضرب البيض العادي او الكهرباء، بس هتاخد وقت شوية. اخلطهم لحد ما ياخدوا شكل كريمي كده. هو كده السكر مع الزبدة داب كويس وتحول لكريمي وحتى اللون بقى فاتح. هبتدي دلوقتي احط البيض. وانا بضرب الزبدة مع السكر خد تقريبا حوالي 7-8 دقايق. طبعا بالمضرب البيض العادي هياخد وقت اطول. كده كفاية، انا ضربته دقيقة واحدة بس، ما حاولش اضربه كتير عشان الزبدة ما تفصلش وتتحول لمية وسمنة. دلوقتي هبتدي اضيف المكسرات والدقيق على الخليط ده، بس هقلبه بمعلقة خشب او سباتولا. هحط المكسرات والدقيق كله وابتدي اخلطه كويس. ما عودش اخلط فيه كتير، مجرد ما اختلطت المقادير كده ابتدي اجهزه. هبتدي دلوقتي اعمله على شكل اسطوانة، فهرش شوية دقيق عشان ما تلزقش. احط في ايدي شوية دقيق واحاول اعمله على شكل اسطوانة. قطر الاسطوانة تقريبا 5 سنتي. بعد كده اجيب بلاستيك وابتدي الفها. وبعد كده احطها في التلاجة لمدة 12 ساعة، يعني لو عملتها بالليل ابتدي اجهزها الصبح عشان ما تتغيرش شكلها وهي في التلاجة. بعد مثلا اول ساعتين او ثلاثة الفها لفة كده عشان ما تعملش شكل مختلف عن الاسطوانة. قبل ما اقطع البسكوت اجهز الصاجة اللي انا هسوي فيها، يا اما احط لها ورق زبدة وتهنه بزبدة او احط لها السيليكون شيت. والسيليكون شيت ما بيحتاجش ان انا ادهنه باي حاجة. كده عدى على العجينة 12 ساعة حتى جمدت اهي. قبل ما اقطع اولع الفرن على 375 فهرنهايت، يعني تقريبا 190 درجة مئوية. هبتدي دلوقتي اقطعها حتت بالمقاس ده اقل من نص سم واحطها على طول في الصاج واسيب مسافات. كده انا قطعتها كلها، عملوا ساقتين حوالي 45 واحدة. والفرن سخن، هحطها دلوقتي في الفرن هيقعد مثلا من 10-12 دقيقة، بس اخد بالي منه. انا سبت البسكوت لحد ما برد وده شكله النهائي. حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.